السلام عليكم. هذه أشجار هنا بدأ الزهر يطلع عليها تزهر. الشجر هذا يزهر كله. هذه بستان لأحد الأخوة الذي تم شراءها. شجر الكرز، انظروا الكرز الآن بدأ يزهر على الشجر هنا، يعني الزهر واضح كل هذا. طبعا هذا الشجر الآن موسم أمطار، الآن تمطر، الآن نحن في موسم الأمطار، المطر يمطر هذا الزهر. طبعا هذا أدومة من كرز، هذا بستان تم شراءه من قبل أحد الأخوة، جار اللي اعتنى به. عملية الكرز هنا بدأ يصدر طبعا بسبب العلاج والتهيئة لموسم الأمطار والتنقيب والتجهيز. انظروا الشجر جاهز هنا، بعد موسم الأمطار يتم تجهيز مرة أخرى، علاج معين حتى يكون جاهز للموسم نضوج الكرز، ومن ثم يبدأ في شهر 6 جمع الكرز. إذا بشهر 4 وشهر 5 موسم خروج الكرز، في شهر 6 جمع الكرز إن شاء الله. إخوان الكرام، طبعا هذا البستان موجود في ولاية أفيون، الآن الثلوج على الجبال، موسم نضوج شجر الكرز.